السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كيف دايرين مع الصحه؟ كلشي بخير؟ كنتمنىكم دائما تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم دجاج مشوي فوق الفخر اللي كيجي رائع بواحد التتبيله اللي خطيره زوينه، كتجي لذيذه بزاف. وكيجينا الدجاج ديالنا رطب، ما كيجيناش قاصح كما كتعرفوا. دابا الصيف على الابواب، هادو هما الشيوات اللي كنبغيو، شي حاجه اللي كتكون خفيفه شليضه عصير. المهم هادشي غادي نشارك معكم من هنا للقدام ان شاء الله. المهم دوزوا للطريقه ديال التحضير. عندي هنا واحد الفروج فيه تقريبا 3 كيلو قل اللي جبت، 3 كيلو قل 300 غرام. المهم غادي تجيبوا القياس اللي غادي يقدكم نتوماهي، تقدري ديري غير نصف الروج وديري بهذه الطريقه هذه، كيجي رائع البنات وكيجي لذيذ بزاف. هنايا حتى هذه الخلطه هذه خطيره بالنسبه للي عزيز عليه الحار. عندي هنايا فلفله حاره مقطعه على هذا الشكل هذا، بصله متوسطه هي مشلضه. عندي جوج المعالق ديال المعدنوس مقطعين مقطعين رقاق بزاف. غادي نجيب واحد الطاسه ولا واحد الاناء، غادي ندير فيه الملحه اللي غتكون حسب الذوق. غندير جوج المعالق ديال الفلفله الحمراء او التحميره، غندير معلقه ديال الابزار صغيره. المهم هاد المقادير اللي عطيتكم راه كيف قلت لكم الفروج شويه كبير، هادشي علاش درت التوابل شويه مضوبله. وكندير جوج المعالق ديال الكمون، صافي. وكنخلطهم بزيت المائده تقريبا ما بين 3 المعالق حتى 4 ديال الزيت. كنجيب واحد الحامضه غادي نعصر النص ديالها. اصلا انا الدجاج راني غسلته مزيان بالملح والسكينجبير والحامض وخليته ليله كامله في الثلاجه في الشقه كيتسقطر حتى لهاد الصباح، عاد غادي نديرو ان شاء الله الغدا. كنعصر ديك الحامضه، كنحيد من هذاك العظيمات ديالها اللي كيطيحو. من بعد كنخلط هذيك التوابل كامله مع الزيت والحامض، كنخلطهم مزيان حتى كيتجانسوا مع بعضياتهم. هاد البصله والفلفله حاره والمعدنوس ما غاديش نديرهم دابا، ونتبع معايا الطريقه راها خطيره البنات وغادي تعجبكم بزاف وسهله، وفي الصراحه كيجي رائع وكيجي لذيذ. انا قلت الجزار يقطعوا لي على حساب شوا، المهم نتوما قولوها لي حتى نتوما باش كيهرس لي دوك العظيمات وكيقطعوا من الوسط، باش الا بغينا نديروا لي هاد التوابل كيدخلوا ليه لداخل. المهم كتاكليه هو متبل. كنجيب واحد الشيته باش كنديروا الناباج ولا باش كنصيبوا كنزينوا الحلوه، هي باش غادي ندهن هاد الدجاج. شوفوا الطريقه شحال سهله والصراحه عمليه. هانتوما بالزربه ما غاديش تاخذ لكم من الوقت ديالكم. غادي نحاول ندهنو كامل ونتبلو كامل من برا ومن الداخل، وكنخليه حتى نكمل هذاك القطعه ديال الدجاج اللي عندي. ومن بعد باش نوريكم الطريقه كيفاش غادي نحط هذيك البصله والفلفله والمعدنوس.
صافي البنات هانتوما هذيك القوام اللي درت يعني جاو قد قد. غادي نخلط هاد البصله والفلفله والمعدنوس، غادي نخلطهم مزيان حتى كيتخلطوا مع بعضياتهم. تبعوا معايا الطريقه البنات، راه كتجي رائعه وكيجي لذيذ هاد الدجاج. هانتوما كيف قلت لكم علاش الجزار هو اللي قطعوا، شوفوا الشرائح كيفاش كيجيو من الداخل. كنمشي لهذوك التقطيعات اللي مقطع الجزار، هي فين كندير هذيك البصيله وكندير هذيك الفلفله الحاره وكنحاول نجمعهم، وكنخليه تقريبا ما بين جوج سوايع حتى لثلاثه سوايع هو مرقد في هذه التوابل. المهم بغيتي تصايبيه في الصباح صايبيه وخليه حتى لديك الوحده، عاد شعلي الفخر وبدي الطياب ديالو كيجي زوين البنات. هو قد ما تعطل ف يعني قد ما رقدتيه تخليه حتى ليله كامله الا عندك الوقت، كيجي رائع وكيجي زوين بزاف. غادي نستمر حتى نسالي ونرجع معاكم. صافي البنات، من بعد ما داز تقريبا خليته واحد جوج سوايع، درتو في هاد الطاسه هذه كبيره شويه باش يتسع فيه. صافي غادي نبدا نجيب الشوايه، غادي المجمر خلاص راه من قبل راه شاعل. غادي نقاد الدجاج اللي عندي في الشوايه، ونحطو كيتشوى عادي ونخليه حتى كيتشوى على خاطرو مزيان ويتحمر ويتقرمل، عاد نتلاقى معاكم. باش تشوفوا الشكل النهائي ديال هاد الدجاج والغديوه ديالنا ان شاء الله. وكيف ما كتشوفوا معايا راني وجدت الشلاطه هنا بالبصله ومطيشه الزيتون، قديت البلان اللي غادي نحط فيه الدجاج. ها هو كيتشوى كيف قلت لكم، غادي نخليه حتى كيتحمر على خاطرو وكيتقرمل. صافي وكيكون الغديوه ديالنا كتجينا على هذا الشكل. هذا هذه شوي الاولى، شويتها الاخرى مازال عاد كطيب. وهاد البصله كنقطعها على هاد الشكل هذا وكنلوحها فوق منه، كتجي رائعه الناس كدي تاكلي معاها مع الدجاج غزاله وكتجي لذيذه لذيذه بزاف. كنرشعيها بشويه د الملحه، كندير معاها حتى شي حاجه اخرى وكنخليها هكاك خضراء، كتجي رائعه. وكنتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم.